السلام عليكم. منحة للنساء فقط، منحة MBA في إمبريال كوليدج في لندن في بريطانيا. المنحة يا جماعة 12 شهر MBA لأي حد، ستات في العالم كله، مش مشترط سن. ده هو أصلا معمول علشان تزويد خبرتك العملية في مجال الأعمال. MBA من هو ماجستير إدارة أعمال، بتاخده هناك ممول جزئيا، ولكن على اختلاف الناس وعلى اختلاف تقديرك وعلى اختلاف مرجعيتك الأكاديمية. بمعنى أنه ممكن يوصل لحاجة أن أنت ممكن ما تدفعش، يعتبر لحاجات طفيفة نتيجة تفوقك العلمي. فهي معتبر فيها الإنجاز الأكاديمي بتاع السيدة اللي هتقدم ومدى مشوارها المهني. فاحنا المنحة دي معمولة من مساعدة كل ستات العالم في موضوع إدارة الأعمال، والمجال شامل كل الناس في العالم، ولا تحديد للسن فيه. يعني أيا كان سنك أنت ممكن تقدمي. حضرتك موجودة 12 شهر من سبتمبر القادم، سبتمبر 2019، 12 شهر تقديم آخره 3 مايو 2019، 3/5/2019، وهيتم القبول ويتم الفلترة بتاعت الناس اللي هتقدم، والقبول فعليا من أول سبتمبر القادم. طيب، المشترط بس إن يكون حضرتك عندك تميز أكاديمي، دي أول حاجة، وإن حضرتك الأوراق اللي انت مقدماها والطلب والأبليكيشن بتاعك يكون فيه تميز عن غيرك، وطبعا ده هيتم فلترته كويس جدا منهم. تالت حاجة إن حضرتك يكون عندك سجل مهني كويس وخطابات توصية مهنية مش أكاديمية، يعني السجل بتاع الشغل بتاعك حاجة كويسة جدا، وعملت ريادة أعمال أو عملت إنجازات مهنية غير الإنجازات التعليمية أو الأكاديمية. كمان حضرتك معاكي درجة جي مات امتحان إنجليزي ورياضة، لازم يكون معاكي قبل 3 مايو اللي هو آخر يوم للتقديم. مش معاكي مش هقدمي، عشان بس اللي بتبعت أسئلة، والابليكيشن عبارة عن شوية أسئلة هما بيسألوها لك، وحط لك طبعا الروابط تحت الفيديو. ومش مطلوب منك أكتر من كده، المنحة بسيطة جدا، 12 شهر في بريطانيا، منحة ممولة فيها تمويل بوصل لتمويل كلي، ولكن هي الأصل فيها أن هي تمويل جزئي. بتدخل تعرف المنحة وتشوف الشروط، ومش محددة السن، أهم حاجة الموضوع المهني بالنسبة لها. قدم، مش هنخسر حاجة، حضرتك قدمي، يعني دي للنساء فقط، لتشجيع النساء على مستوى العالم في موضوع ريادة الأعمال والMBA اللي هو ماجستير إدارة أعمال. تحياتي لحضراتكم، شكرا. كل الرابط هتبقى موجودة تحت، ورابط التواصل بتاعي لو أي مساعدة ممكن أقدمها لحضراتكم. ما تنسوش 3 مايو. شكرا، تحياتي دكتور محمد أنس الباسل.